بناء على طلب من مجموعة من الأخوة الزملاء الأفاضل، طلبوا مني بأن يكون هناك لقاء مع صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بخصوص ملفات معينة، وقد تشرفنا اليوم بمقابلة صاحب السمو. تم طرح هذه الملفات وكان اللقاء إيجابي ومثمر، وهذه يعني الطريقة اللي تعودنا عليها، وهذه خصوصية العلاقة في الكويت بين الحاكم والمحكوم، وهي خصوصية لا يجدها أحد في أي من الدول الأخرى. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ويد الله مع الجماعة. أنا قلت من بداية الفصل التشريعي، وهو واجب أيضا للرئيس، بأن كل التحديات والملفات الموجودة أمامنا نستطيع أن نحلها بالحوار وبالتفاهم، وإن شاء الله يعني يستمر العمل الجماعي الموجود في هذا المجلس لمواجهة كل التحديات وكل الملفات. أيضا فيما يتعلق في الاستجواب المقدم لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، وصلتني اليوم بعض الاستيضاحات والتي سأحولها إلى الأخوة المستجوبين للرد عليها.